الدره، وعندنا هاد اللوحه اللي كتشوفوا قدامكم هي حتى هي راه كلها الذرات، حتى حاجه ما بقات، يعني اللوحه ديالنا مشات كامله والساقيه مشات. نهار داز الواد حنا الناس كانوا مولفين، الواد كيدوز عادي نورمال، الناس كيجيو كيطلعوا على الواد يعني كيدوز نورمال، ولكن هذه المره داز بواحد الحموله كبيره بزاف، يعني الناس تخلعوا كل شيء يعني هربوا، يعني داك الشيء كثير. وملي جا طالع حتى دوك المدارس راهم رداهم شيهم المدارس اللي دخل ليهم، ودوك الكراجات، وواحد مول الحانوت مسكين حتى هو مشى ليه كل شيء ما خلى ليه حتى حاجه، وداك راهي ديك القهوه حتى هي رداها ودا مولاها جميع الكراسة وداك الشيء اللي كاين في القهوه كلها مشات، والكراجات، وهاد الدار راه دخل ليها من هاد الكراج هذا وخرج من الدار القديمه، راه هي الدار هذا كلها راه رابت ما بقى فيها حتى حاجه يعني، وداز راه هي واحد الدار اخرى ديال واحد السيد راه رابت ليها راه هي الشيها، ويعني طالع راه النيفو ديالو راه طالع حتى لدوك الشراجم ديال الجمعيه الى بانوا لكم ليها. وعندنا هاد اللوحه اللي كتشوفوا قدامكم هي حتى هي راه كلها الذرات، حتى حاجه ما بقات، يعني اللوحه ديالنا مشات كامله والساقيه مشات، يعني ما بقى عندنا حتى حاجه هنايا. وكنتمناو من المسؤولين يشوفوا من جهتنا. وعندنا هذا الكومبينغ حتى هو هذا كانت تسمى لوطيل والكومبينغ، يعني كيكون التوريس هنايا وكيكون يعني بحال قلتي اوتيل كيجي ليه كل شيء، توريس والسياحه الخارجيه والسياحه الداخليه، يعني هذا هو الاوتيل اللي كاين في البلاد، وكاين لي كومبينغ اخرين الحمد لله. دابا حنا النداء ديالنا اول حاجه كنتمناو من وزارة الفلاحة والجهات المعنية يشوفوا فينا بعين الرحمة، حيت حنا مضرورين بزاف ومضرورين في جميع الجهات. من ناحية لازيكو دابا عندنا واحد المشكل كبير كبير، حيت هذه راه ما لاحظها حتى واحد، عندنا واحد المشكل لازيكو كله مشى عجمة إلا ما ناضوش، وداروا لنا حل فعاجلا، ماشي عاجلا إن شاء الله يتصيب، راه غتولي عندنا كارثة هنا، البيئة عندنا هنا غتولي الدنيا كلها غتكون الريحة الكريهة في البلاد. وباقي عندنا هاد اللوحة بغينا نحتفظوا عليها، يعني بغينا التدخل سريع، وبغينا التدخل ديال اللوحة ديالنا للدرات، بغينا تدخل وزارة الفلاحة. عندنا السواقي تهرسوا دابا الماء إلا ما جا والله ما جاش فهاد الأيام، هاد الشيء اللي بقى راه كلشي غيمشي، خفنا من العافية وجانا الماء، يعني راه اللوحة كاملة مشات، الطرقان مشات، الا لا كتلاحظ راه ما بقى حتى شي حاجه، راه الشانطي ديال الدوار الفوقاني ادلوي راه ما بقاتش عندهم الطريق، راه غاديين داك الشيء مرقع وصافي. والضو حتى هو راه عندنا مشكل خصو يتعاود، وعندنا الماء خصو يتعاود، وعندنا الطريق اللي داخل الدوار واحد 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر حتى هي خصها تعاود، راه ولات كلها واد، زعما الا ما شافش ليها يديروا شي قنطره كبيره ولا شي حاجه، راه عندنا غيبقى عندنا ديما المشكل. يعني في هذه البلاد حنا راه مضرورين بزاف، فهمتي، وكنتسناو وكنناديو وكنناشدو جلالة الملك وجميع يدخل عاجلا.